نرحب بحضراتكم في الفقرة أكيد الأخيرة، وكلام كتير جدا طبعا عن ماتش بكرة بإذن الله بين الأهلي والمصري، وملفات متعددة عشان بنتكلم كمان محليا أو عالميا. خلينا نتكلم في كل ده ونناقشه، بس خلينا نرحب في البداية بضيفنا العزيز جدا الأستاذ رمضان حسن الناقد الرياضي. صباح الهنا، أهلا بحضرتك. صباح الفل، نور الدنيا يا فندم، أهلا بيك. ربنا يخليك. أهلا وسهلا. طيب هستأذنك قبل ما نتكلم عن ماتش بكرة، تعال نتكلم شوية عن رؤيتك لماتش الأهلي والداخلية، واكتر حاجات لفتت نظرك وخدت عينك في الماتش ده ايه؟ طبعا يعني هو الاكيد انه النادي الاهلي في البدايه سعى ان هو يتاهل الى دور الثمانيه، ده اللي كان الهدف الاساسي من المباراه. لكن خليني اقول لحضرتك، وده شيء يحسب لمارسيل كولر، مارسيل كولر لم يكن راضيا عن اداء بعض اللاعبين، وده امر طبيعي. اتكلم مع لعيبه الاهلي داخل غرفه خلع الملابس، والراجل هيبني على نتيجه مباراه الداخليه او مستوى شكل الاهلي امام الداخليه لمباراه المصري البورسعيدي بكره. الحقيقه انا شفت انه في يعني شيء من الثقه في لاعبي النادي الاهلي امام فريق الداخليه. الداخليه كان يعني وفقا للتصريحات اللي اتقالت والكابتن علاء سابهم والشكل العام بتاع فريق الداخليه امام النادي الاهلي، مسؤول الداخليه اظهروا ان الفريق يعني مهلهل او الفريق في مشاكل او كده. بالظبط بالظبط، ده حضرتك ادى شيء من الثقه للاعبي النادي الاهلي، وبالتالي الاداء لم يكن مرضيا بالنسبه لمارسيل كولر. في النهايه اخذ النادي الاهلي ما يريده من المباراه، وهو الصعود الى دور الثمانيه. اعتقد انه ال 48 ساعه او النهارده وامبارح واول ال 72 ساعه دول مارسيل كولر كان مركز مع لعيبه الاهلي على بعض الامور اللي هو الحقيقه عايز يتلاشاها تماما في مباراه المصري البورسعيد، اللي هي الحقيقه اعتقد ان هي تبقى صعبه جدا مش على النادي الاهلي، الجو العام الحقيقه، لانه يعني النادي المصري مباراتين الدوري ما خسرش امام النادي الاهلي مباراه، المباراتين انتهوا بالتعادل السلبي، والكابتن علي ماهر ايضا مع فيوتشر استطاع ان هو يتعادل مع النادي الاهلي في المباراتين، مباراه تعادل فيها فيوتشر 1-1، والمباراه الثانيه تعادل فيوتشر مع الاهلي 0-0. وبالتالي الحقيقه كمان لعيبه النادي المصري ربما يكون لديهم دوافع جديده باعتبار انه علي ماهر لسه جاي ماسك جديد. لكن الناحيه الثانيه الحقيقه النادي الاهلي لديه مجموعه هي الافضل في مصر، ولديه مدرب يجيد قراءه المنافسين بشكل كويس جدا، ولدي الحقيقه حاله معنويه ونفسيه كبيره وشديده جدا حتى داخل غرفه خلع الملابس، واللي بيحصل حتى طريقه حتى تقديم الصفقات بتاع النادي الاهلي الحقيقه حاجه مبهره وحاجه جميله جدا وكلنا بنفخر بيها. ده كله الحقيقه بينعكس بالايجاب على اداء النادي الاهلي ان شاء الله، او ينعكس بالايجاب على الاداء في مباراه المصري. لو سالتك عن بعض اللعيبه تحديدا وبمنتهى الصراحه تقول لي شايف الاداء تقييمه ايه حاليا؟ هبدأ معاك بقفشة. قفشة الحقيقة يعني ما نقدرش نقول إن قفشة لعيب مش كويس، أو ما نقدرش نقول لا يناسب النادي الأهلي. أكيد. لكن الحقيقة قفشة يعني أحيانا الأمور عنده ما بتبقاش فيها ثوابت، يعني مرة فترة موسم فترة بيبقى كويسة قوي جدا قوي، وبعدين حصل دروب شوية، ومرة يختفي شوية، مرة يظهر بالشكل اللي مطلوب منه، ومرة ما يظهرش بالشكل المطلوب منه. لكن هو الحقيقه احيانا في لعيبه بتتاثر بفكره الضغوط الجماهيريه، الضغوط جماهيريه مش ضغوط سلبيه، ان الجمهور مستني ان هو ياخد من اللعيب ده افضل حاجه. فهو قفشه الحقيقه يعني اعتقد انه احيانا بيبقى محتاج ان هو يبقى عنده ثبات او شيء من الثبات في المستوى. وعدم ثبات اي لاعب في المستوى، وانا هنا مش بتكلم على قفشه، وقفشه كمان في الماتش الاخراني عمل شغل رائع الحقيقه، اسيست عالمي وهدف مميز. لكن عموما ايه اللي ممكن يخلي لاعب المفروض ان هو فعلا امكانياته قويه واثبت ده بدل المره عشرات المرات، ايه اسباب التذبذب غير فكره الارهاق مثلا او تلاحم المباريات؟ نفسيا بيبقى في حاجات ممكن تاثر فيه؟ اعتقد طبعا ممكن يكون في مشاكل، مثلا مشاكل شخصيه بعيدا عن الملعب خالص، هذه المشاكل مؤثره أو طبعا من نوع هو للأمانة في الفترة الأخيرة برضو مع كولر الناس كلها أجمعت على أن كل اللعيبة بدون استثناء في تطور ملحوظ في أدائهم. بالظبط. بص حضرتك، هو في لعيبة يعني عندها صراحة مع نفسها زايدة عن اللزوم، يعني في لعيب مثلا ممكن الناس تكون شايفة أن اللعيب ده أدى ما عليه وظهر بشكل كويس، لكن هو قناعاته الشخصية لا مش أفضل حاجة، وبالتالي
لو ما قدرش يطور من نفسه او لو ما قدرش يساعد نفسه مثلا في تدريب او كده ده بيعمل عليه لود. كمان فكره انه اللعيب اللي هو مش ثابت في التشكيل، اللعيب اللي بيروح ويطلع ويقعد على الدكه شويه ويلعب شويه، الحقيقه انا اعتقد انه الحاجات دي احيانا بتخلي اللعيب او بتفقده شيء من التركيز وشيء من ثبات المستوى. لكن عموما بيبقى انه مصلحه الفريق هي الاهم، ويبقى انه اختيارات المدير الفني لازم تحترم، لانه الحقيقه النادي الاهلي يعني كعادته على مر السنين الحقيقه لا احد يتدخل في عمل المدير الفني ولا احد يوصي المدير الفني لعب فلان او ما تلعبش فلان، هذا الامر غير موجود في النادي الاهلي تماما. وبالتالي الراجل هو بيبقى معاه ماسك زمام الامور وهو يختار من يريده يعني في التشكيل. قفشه الحقيقه السنه الجايه هيبقى كمان بمناسبه قفشه عليه ان هو يبذل، لو هو بيبذل دلوقتي 60-70% من مجهوده عليه ان هو يبذل 120%. ليه؟ لانه في رضا سليم جاي يعني، او خلاص الراجل موجود اوريدي مع النادي الاهلي. ورضا سليم ده انا اعتقد انه مارسيل كولر وفقا لاداء بيرسيتا وحسين الشحات اتكلم حضرتك في جناح يمين وجناح شمال، اعتقد انه رضا سليم هو الاقرب ان هو يلعب بلاي ميكر، وده الحقيقه ده رؤيتي يعني. انا شايف ان هو قفشه مطلوب منه ان هو يبقى مركز بنسبه كبيره اذا اراد يعني الحصول على فرصه المشاركه بشكل اساسي ومستمر، لانه الحقيقه هيبقى في تحدي كبير جدا بينه وما بين رضا سليم يعني. يعني احنا عايزين نقول ان عامه عشان بس النقطه دي، واحنا بنقول امبارح عن الصفقات وبنتكلم عنها، سواء امام عاشور او رضا سليم هي دي صفقات بيدعم بيها النادي الاهلي صفوفه. الكلام اللي كان متداول ان ده هيجي مكان ده وده يجي مكان ده، ده كلام لسه مش يعني ما حدش يقدر يتكلم عن الرؤيه الفنيه طبعا للمدير الفني، لكن القصه كلها ان ما فيش لاعب يجي يهدد لاعب، هي تدعيمات كلها، ولسه ممكن يكون في كمان تدعيمات قادمه باذن الله، وده المطلوب اكيد من النادي الاهلي عشان دايما يحافظ على الصداره اللي هو بيكون متواجد فيها. طبعا موسم كان قوي جدا واستثنائي استاذ رمضان النادي الاهلي، ولكن زي ما حضرتك اتكلمت في تذبذب في المستوى يمكن في السابق لبعض اللعيبه، ابتدت على ايد كولر يظهر الجانب الايجابي ويرجع تاني التالق او نشوفه على ارض الملعب بشكل كبير جدا. يمكن لو هنتكلم عن قفشه قبل ما نقفل ملف قفشه، وقت موسيماني كان قفشه من اللعيبه اللي ظهرت بشكل كبير جدا قدراتها بصراحه، وانا دايما بتكلم عن الثنائي شريف وقفشه في الملعب كانوا اكثر من رائعين لما بينزلوا مع بعض، كان كيمستري حلوه جدا، اجوال كانت رائعه جدا بيتم احرازها. حصل دروب فعلا شويه بعد رحيل موسيماني مع قدوم سواريش بدايه كولر، لكن قفشه عاد مره ثانيه، ده يحسب لنجاح طبعا لكولر ويحسب لقفشه. لكن خليني اروح معاك برضو للتقييمات المختلفه، هل انت بتشوف مع كولر تحديدا هل في ثبات في مستوى اللعيبه ولا لسه ما شفناش الثبات؟ في تطور لكن لسه لازم يكون العمل على الثبات، خصوصا كمان في الاخطاء اللي كنا بنشوفها في السابق وهي الفينال بتاعنا ليس كان جيدا بصراحه، وكولر اتكلم عليه في البدايات اكتر من مره. طيب انا بس نقطه اخيره في حته قفشه، هو صدق. الفكره في التنافس مش التهديد، وده امر مشروع وموجود في كره القدم يعني. على فكره هو ده بيبقى ليه جانب ايجابي اصلا ان اللاعب يدي افضل ما عنده بالظبط، لكن طبعا مارسيل كولر راجل صريح جدا مع نفسه وصريح جدا مع الجمهور، بدليل ان انا كنت بقول لحضرتك ان هو لم يكن راضيا ابدا عن اداء الاهلي في مباراه الداخليه، واتكلم على اللعيبه وقال لهم بشكل صريح انه بهذا الاداء امام المصري احنا ممكن يعني نبقى خارج كاس مصر يعني. فهو الراجل صريح في الحته دي. مارسيل كولر الحقيقه هو الرجل يميل الى فكره الاعتماد على او يميل الى التشكيل او الثبات التشكيل يعني، حتى ده ظهر حضرتك مع المجموعه اللي لعبت بيرسيتا وحسين الشحات، بس مش زي موسيماني برضو استاذ رمضان. موسيماني كان عنده سكواد ما بيغيروش، كولر الى حد ما بيعمل تبديلات وبيغير اوقات لعيبه بيلعب البدلاء وغيره اكتر من موسيماني بكتير. بالظبط، بس الظروف اللي فيها النادي الاهلي واللجوء الى اجراء روتيشن وتبديلات وغيره بتبقى احيانا ظروف يعني اصابات لعيبه مهمه واساسيه مش موجوده لظروف ايقاف او غيره، زي محمد عبد المنعم كده مثلا مش هيبقى موجود في ماتش المصري، ياسر ابراهيم احتمال كبير، محمد شريف. الحقيقه ده مارسيل كولر طبعا عنده فكره انه لا احنا النادي الاهلي دايما او النادي الاهلي احيانا ما بيبقاش في افضل حالاته، النادي الاهلي الحقيقه بعض اللعيبه هو بيحاول يطورها، بعض اللعيبه في نواقص فنيه ونواقص حتى هو بيحب يشتغل عليها، ودايما الحقيقه هو الراجل صريح جدا مع
الجمهور في فكره انه بيطور لعيبه بيقف كتير مع اللعيبه. يعني مثلا بتبقى في ماتشات مهمه مارسيل كولر بعد ما بيعمل اجتماع مع كل اللعيبه التيم كله بيقعد مع المهاجمين جلسه فرديه، بيقعد مع المدافعين، بيقعد مع لاعبي الوسط، حتى بيقعد مع الحراس مع ميشيل يانكون. هو الراجل الحقيقه اهتم جدا بالجانب الفني باختصاصه طبعا، وحتى الجانب النفسي الحقيقه هو شغال على القصه دي. يعني فكره ان هو طبعا يعني الحكمه اللي هي بتقول اللي تكسبه العبه، يعني اللي هو انا المجموعه الاساسيه اللي انا بلعب بيها انا اللي بكسب بيها، طبيعي ان انا اكمل اعمل روتيشن اللي هو النادي الاهلي لجا له دلوقتي، فكره ان انا الجا لده في ظروف في حاجات اضطراريه او حاجات ان انا احس ان هي مش يعني مثلا النادي الاهلي بيلاعب الداخليه ممكن عندي 3-4 لعيبه بريحهم، نهايه الدوري النادي الاهلي برده كان عنده اكتر من مباراه حسم النادي الاهلي الدوري، وبالتالي مارسيل كولر راى انه من الافضل ان هو يتم اراحه اكتر من لعيب اساسي وندي الفرصه للعيبه مختلفه. مارسيل كولر يؤمن بفكره جدا بدليل انه وده طبعا مش تقطيع في محمد فخري، انتقادات كبيره لمحمد فخري والسوشيال ميديا حنان يعني على مواقع التواصل في ناس مش عاجبها فخري، لكن الرجل مؤمن جدا بمحمد فخري ومتماسك جدا بمحمد، مقتنع جدا بمحمد فخري، لانه في الاخر مارسيل كولر لديه قناعات والحقيقه، وبما انه النادي الاهلي لا يتدخل في عامل المدير الفني ويترك له كل الامور، فالراجل الحقيقه يعني شايف انه هو ده الصح من وجهه نظره، وطبعا لازم كله يحترمه يعني. طيب احنا لسه كلامنا ودردشتنا مع حضرتك لم تنتهي بعد، هنطلع بس فاصل سريع ونرجع نكمل. اتفضل. ومره ثانيه رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الاستاذ رمضان حسن الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهارده، وطبعا عندنا تفاصيل كتير عايزين نتكلم فيها. كنا بنتكلم قبل الفاصل وكلمنا شويه بشيء من الاستفاضه عن قفشه، برضو عايزين نقف عند شويه لعيبه منهم، مثلا خالد عبد الفتاح اللي كان برضو في الماتش الاخراني كان موجود في قلب الدفاع بعد ما كنا متعودين نشوفه كظهير ايمن، وبرضو للامانه دي من ضمن الحاجات اللي لافته للنظر في مارسيل كولر، يعني زي ما ناس كتير خدت بالها من قدرته على حسن تدوير اللاعبين، هو كمان عنده قدره على تغيير مراكز اللاعبين وبنشوف فعاليه وكفاءه. طبعا بالظبط، يعني طبيعي ان احنا متعودين خالد عبد الفتاح راجل بيلعب باك يمين، هاني لو في اي دروب او كده بنلاقي خالد عبد الفتاح في غياب طبعا كريم فؤاد واكرم توفيق. خالد عبد الفتاح بيلعب مساك لانه لجأ النادي الاهلي لهذه المساله بسبب غياب ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم عن مباراه الداخليه الاخيره، لكن للامانه خالد عبد الفتاح مطلوب منه ان هو يبذل جهد مضاعف، مش حتى بفكره ان هو يلعب فكره مركز المساك، لانه ده انا بعتبره مركز يعني شيء مؤقت يعني، وبعدين يرجع لمكانه الطبيعي اللي هو يبقى بديل محمد هاني. لكن الحقيقه خالد عبد الفتاح مطلوب منه يبذل جهد مضاعف لانه مستوى، وانا هنا ما بتكلمش على ماتش الداخليه بس، بتكلم حتى على الماتش اللي قبل منه، في نوع من التذبذب بشكل كبير، والنادي الاهلي الحقيقه يعني ده يعني ما بيتحملش ده، فكره انه اللعيب بيبقى مستواه مثلا متراجع ماتش واثنين وثلاثه ورا بعض، ده مش في حسابات الرفاهيه يعني خالص عند النادي الاهلي. بالظبط، طبعا الجمهور بيبدا يقلق ويتكلم وكده، لكن طبعا خالد عبد الفتاح يظل ان هو من اللعيبه اللي كويسه، لكن يبذل مجهود وكويس لانه النادي الاهلي فعل بند الشراء، ومارسيل كولر لو ما عندوش قناعه بخالد عبد الفتاح ما كانش طلب من الناس يعني في النادي ان هم يشتروا يفعلوا بند شرائه من سموحه، مطلوب منه ان هو يعني اي لعيب يا استاذ كريم، انا ضد اصلا بالمناسبه اي لعيب يتواصل يعني يتفاعل على مواقع السوشيال ميديا بصراحه، لانه الحاجات دي هو بيتفاعل بياخد الايجابي بيبسطه ويسعده، واحيانا لعيبه بتتاثر بالقصه دي فتريح، والسلبي بيأثر فيه نفسيا طبعاً. وبعدين بينعكس هذا التأثير عليه في الملعب، فتبص تلاقي الكرة تقيلة في رجله مش قادر يتصرف، حاسس ان هو مضغوط شايل حاجات على كتفه طبعاً. هو في غنى عنها تماما، وبالتالي خالد من الناس اللي هي اعتقد ان هي ممكن يكون عنده شيء من التركيز البسيط في القصة دي، فعليه ان هو يبعد خالص، لكن يظل هو من اللعيبة الكويسة، واي لعيب بيبقى موجود في النادي الاهلي الدوافع، الكلام كله على الدوافع، الدوافع حتى لو لعيب مستواه يعني نفسيا ذهنيا سلوكيا غيره كله ده بيتغير في النادي الاهلي، لانه دوافع النادي الاهلي دايما رايحه ناحيه البطولات، غرفه خلع الملابس، وانا مش بقول كده عشان انا موجود هنا، ده عاده
وطبيعه النادي الاهلي على مر تاريخه، يعني ان الوضع مختلف خالص عن اي نادي اخر في مصر. طيب استاذ رمضان هروح معاك لنقطه. كنت انا وكريم كنا بنتكلم على فكره ان انا لما اكون نادي خارج من موسم قوي جدا ومحقق تقريبا كل البطولات وعلى الصعيد الاخر النقيض بقى، لو انا خارجه من موسم وحش جدا مش ماديه المطلوب مش بلعب كنت ولا نتائج المستوى بتاعي على مر التاريخ، هنا بيكون السيناريو واحد في النتيجه، بمعنى ان انا ببقى داخل الموسم الجديد الجماهير بتاعتي منتظره مني حاجه غير يعني مسبوقه. فهي يعني هنا هحافظ على المستوى او ان انا ارجع للمستوى وافضل كمان. فبتشوف بقى مع فكره ان دلوقتي الحمد لله احنا السيناريو الاولاني خارجين من موسم قوي جدا محققين تطوير كبير جدا، مارسيل كولر فعلا اثبت نجاح كبير في الفتره دي او الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي، فالموسم الجديد هيبقى موسم تشالنج فيه عالي جدا وفي نفس الوقت فيه ضغط من الجماهير كبير بفكره ان انا عايز زي الموسم اللي فات وعايز احسن كمان. فده بتشوف انعكاساته بقى على الجهاز الفني وعلى اللعيبه مع الصفقات طبعا الجديده ازاي؟ طبعا هو تحدي كبير، يعني النادي الاهلي لا يملك رفاهيه حتى الخساره في ماتش ودي، مش بيتكلم في ماتش طبعا. والله صح. طبعا يعني انت لسه كنا بنتكلم على الوديات الاوروبيه، تخيل انت مثلا بتلعبي فريق في ملعب التتش ماتش ودي، فالجمهور يبقى زعلان قوي، يا سيدي ده ماتش ودي، يا سيدي ده الراجل بيلعب بصف تاني ولا تالت، عايز يجرب لعيبه معينه، احنا نكسب، احنا النادي الاهلي، احنا بس خلي بال حضرتك، رغم ان ده بيعمل احيانا اللود على الناس اللي بتشتغل لكن بيسعدهم، ليه؟ الدوافع بتبقى موجوده دايما. يعني ايه سبب مثلا انديه حضرتك تلاقي فيها عندهم سكواد قوي جدا ولاعيبه اسماء وكده بس ما بيكسبوش بطولات؟ لانه ما فيش دوافع، هو جاي ياخد قرشين ويمشي زي ما بيقول. لكن ده طبعا مش موجود في النادي الاهلي، يعني صح. فكره انه انت بتتقدر ماديا لكن انت كمان عايز تعمل لنفسك تاريخ طبعا. الفكره انه النادي الاهلي يبدا الموت، طبعا انا ابقى سعيد جدا النادي الاهلي يبقى مفنش بخمس بطولات مع مارسيل كولر ويبدا الموسم الجاي ان شاء الله اللي يبقى هو بطل الدوري وبطل الكاس ومعاه دوري ابطال افريقيا ومعاه اثنين سوبر، يعني حاجه ما فيش احسن من كده. ده بالعكس ده افضل من ان احنا نفنش او كنا مثلا لا دوري ولا غير ولا ونبدا يبقى عندنا لود اكبر علينا. الموسم اللي فات كان يمكن ليس الافضل بالزبط. بس الموسم ده قدرنا نحقق فعلا لانه النادي الاهلي اللي هو ايه الافضل من اي موسم اخر فعلا اطلق عليه استثناء بالظبط. فعايزين نكمل على اي بطولات او اي حاجات الانديه بعيدا عن النادي الاهلي بيحصل لها نظام بتبقى طفره كده زي ساعه صفا زي ما بيقول. طبعا لكن غير كده ان النادي الاهلي الحياه النادي الاهلي مش حاجه اسمها دوري اخده السنه دي والسنه الجايه فرايح سنتين وثلاثه، ده مش موجود يعني الحقيقه. يعني تعالى بقى نروح شويه بعيدا عن النادي الاهلي ونتكلم عن المنتخبات سواء المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول، وخلينا نبتدي بالمنتخب الاول. القرعه اسفرت عن وجود مصر في مجموعه معظم الناس شافت ان الدنيا فيها حلو، والبعض قال لك لا مش حلوه للدرجه ما تقفوش مريحين للدرجه، انت شايف ايه؟ لا طبعا ما اعتقد ان ما فيش غير منتخب بوركينا فاسو اللي معانا اللي هو نقدر نقول ان هو يعني نقدر نقول اللي هو اللي هو يتعبنا شويه يعني، لكن كل المنتخبات مع احترام كل الاسماء اللي موجوده المنتخبات يعني لا اعتقد ان المنتخب المصري هو الفوارق التاريخيه والفوارق الفنيه والاسماء وكله طبعا منتخب مصري في يتفوق بشكل كبير جدا، غير انه الراجل روي فيتوريا الحقيقه مدرب ذكي، مدرب شاطر، مدرب عينه حلوه، بيعرف يختار لعيبه وبيعرف يوظفهم بشكل كويس، وفي نفس الوقت الحقيقه يعني الحاله العامه بتاع المنتخب ست ماتشات لعبهم روي فيتوريا من ست ماتشات بست انتصارات يعني. فالحقيقه كمان لعيبه المنتخب انا اشعر وطبعا الجمهور المصري اعتقد كده برضو ان هو في حاله من الحب والود ما بين الناس الكاست او المجموعه اللي بيختارها في كل معسكر ما بينها وما بين الراجل المدرب البرتغالي، وده اعتقد ان هو هينعكس ايجابيا على اداء المنتخب في التصفيات. لكن علينا ان احنا نحذر برضو يعني ما نركنش الفكره ان احنا منتخب مصر يعني. طبعا يعني الثقه والقصص دي الحقيقه احيانا بيدفع الناس بتدفع ثمنها، هو هدف موجود تصدر مجموعتك تروح كاس العالم. فيتوريا شغال من دلوقتي يكلف الجهاز المعاون بتاعه ان هو يجيب يعني مباريات للمنتخبات دي، بدا يدرسهم بدا يعرف عنهم كل كبيره وصغيره من الحياه، هو الراجل حتى في اجازته في البرتغال لسه ما رجعش لكن هو شغال على القصص دي. ولسه طبعا قبل التصفيات عندنا ماتش مع اثيوبيا، اثيوبيا كسبت 2-0، ده هيبقى تقريبا 9 سبتمبر في ملعب الدفاع الجوي، اعتقد ان الماتش ده طبعا خلاص احنا
تأهلنا أمم أفريقيا، لكن يبقى أنه ماتش رد اعتبار بالنسبة لنا. هو ليه كان في انتشار كده لبعض الإشاعات الفترة اللي فاتت أن فيتوريا جاله أكثر من عرض وهو قبل العرض السعودي وكلام اللي زي ده، وبعدين طلع تصريح حتى أنت فيتوريا ده كده ده احنا التلاتة اخر ناس ما رحوش لسه السعودية. لا لا بس طلع بعد كده نفى الكلام ده وقال لا هو نفى وقال لا ما جاش اي عرض رسمي وهو مكمل. يعني ده طبيعي ومشروع، يعني ده طبيعي. مدرب نادي شايف مدرب مع منتخب زي منتخب مصر ناجح وفاهم وبيعمل نتائج كويسه، طبيعي ان انا كنادي يعني ده حق شرع ان انا اقدم له عرض وكده، هو يقبل او ما يقبلش دي قصه ترجع له هو يعني. لكن يعني هو وكيل اعماله نفى بس كل حاجه تروح السعوديه، يعني العالم السعوديه يعني العالم هيبقى فيه مين؟ احدى الصحف اللي هتفضى في اوروبا الفتره الجايه احدى الصحف البريطانيه كانت كاتبه عنوان كده امبارح شفته، يعني يعني معناه انه السعوديه تهدد الدوري الانجليزي. يعني ما هي بتاعه لسه ولسه في صفقات ثانيه، طبعا صندوق الاستثمار هناك. اتكلم حضرتك الخناقه كلها دلوقتي ما بين على مبابي، ما بين الهلال السعودي وبرشلونه وريال مدريد. يعني حضرتك يعني تخيل مع كل الاحترام لنادي الهلال والتاريخ والدوري، داخل في خناقه مع اكبر ناديين في في العالم يعني خاطر مبابي. وبعدين الصحف هناك بتتحدث عن الدوري السعودي بعد كده هو هيبقى مناره ولا ما اعرفش مهد الانديه او النجوم الكبار، كريستيانو رونالدو، بنزيما، كانتي، لسه ساديو ماني، ادوارد ميندي، اسماء كبيره واسماء لامعه الحقيقه. انا عن نفسي لم اكن اتخيل ان هي طبعا ولا اي حد، وحاولوا حتى مع ميسي لكن ميسي عشان خاطر علاقته ب انا حاسه هيدا بيكهام ولا لا لا هو كمان شريك معاه في النادي هناك وفي بيزنس وحاجات من دي فراح امريكا. لكن الحقيقه طبعا يعني نادي سعودي بيتكلم مع روي فيتوريا امر طبيعي. بقول لحضرتك هو بيكلم مبابي وعرض عليه فلوس تصل الى 600 مليون يورو في السنه دي، اعلى رقم خرافي في موسم واحد، رقم خرافي. والناحيه الثانيه الناس بتوع باريس سان جيرمان الصحف هناك بتتكلم على انه قرروا يرفعوا قضيه ضد ريال مدريد عشان خاطر تفاوض مع مبابي في فتره غير مسموح بيها اثناء سريان عقده، مبابي منقطع عن التدريبات وممكن ما يبداش معاهم الدوري اول مباراه. هترسم مشكلته على الخناقه كده غريبه قوي ومش مفهومه. هو تقريبا مريح دماغه الراجل وواخد بيعمل يعني طالع بيصيف او ما اعرفش ايه ومريح دماغه بيستجم في مكانه ومريح دماغه. رايك هتنتهي المشكله دي او المعضله دي على ايه؟ انا اتصور ان هو هيجادل لباريس سان اعتقد كده رغم التخبيط المتبادل والتلقيح المتبادل بينه وبين رئيس النادي الفتره اللي فاتت كلها. ممكن يحصل نوع لانه في صحف بدات تتكلم انه في اطراف بتحاول تسعى ان هو مصالحه ويبقى في هدنه وما في يعني لم الشمل زي ما بيقولوا، خاصه ان مبابي الحقيقه من النجوم يعني الكبيره والناس المؤثره لفريق زي باريس سان جيرمان. لو مش اعتقد هيتاثر الفريق الفرنسي، وبالتالي هم عارفين قدر وقيمه مبابي كويس، ومبابي ايضا يعرف انه فريق باريس سان جيرمان دلوقتي بيصنف من اكبر واقوى. لا بس هو عايز يروح ريال مدريد معروفه يعني بي اس جي مش اوروبا. لا احيانا القناعات مش هو ده اللي يعني حسب طبعا يعني قراءاتي يعني مش بيدور على ان هو يكمل في بي اس جي، هو نفسه يروح ريال مدريد من زمان كمان يعني. بص حضرتك لو هيروح يبقى يروح فري يعني هيفضل يماطل. الكلام اللي كان داير بقى ان ما هو يفضل يماطل الصراع الخفي ما بينه وما بين النادي فكره انه ينتقل مجانا ولا يستنى ولا يروح موسم للهلال ب 600 تقريبا مليون يورو. هو يعني الصحف هناك بدات تتكلم على انه باريس سان جيرمان تعادة كان انتهى 2024 طب تعالى نعمل عقد جديد باربع خمس سنين ونطلعك اعاره لنادي الهلال السعودي. يعني الناس ما فيش خالص ريال مدريد اصل هو بيلعبوا دوري ابطال اوروبا فده منافس له، لكن الهلال السعودي في مكان تاني هيبان يعني. هيبان الفتره اللي القصه جاية. بالنسبه له مش هتبقى يعني فيها يعني فيها صراعات حتى على الارض زي ما مبابي يروح ريال مدريد. لكن دلوقتي الاعلام بيتكلم على انه مبابي يجدد مع عقده مع باريس سان جيرمان ويروح الهلال السعودي لمده سنه، يبقى النادي استفاد وحفظ حقه في اللاعب وفي نفس الوقت يبقى اللاعب كمان استفاد. ممكن السيناريو ده برضو يحصل يعني. طيب بالنسبه لساديو ماني
ليه العرض بتاعه كومبيرنج مقارنه بالعروض الاخرى، مع ان ما هوش برده من اللعيبه يعني القليله، بس عرضه من 30 قالوا 39، يعني في الحدود دي، اقل من 40 مليون يورو على كل حال. ليه العرض قليل وليه قبل بهذا الرقم برده؟ طبعا هو يعني ماني الصحف اتكلمت كتير جدا عن ان هو غرفه خلع الملابس بتاع فريق بايرن ميونخ انقلبت راسا على عقب بسبب ماني وخناقاته مع ساني هناك، وما تاقلمش، او دي اكبر مشكله ممكن تواجه لاعبي الكره بشكل عام. يعني هو ما كانش موفق في الموسم الوحيد اللي لعبه معاهم، بالظبط ما شفناش منه حاجه، دخل في مشاكل ودخل في ازمات هناك، بعيدا حتى كريم عن موضوع عن ارضيه الملعب، ويعني لم يكن ما كانش مرتاح نفسيا مع الفريق الالماني، وبالتالي اول ما جاله عرض راح السعوديه. قيمه العرض انا اعتقد ان هو دي نفس القيمه اللي خدوا بيها بايرن من فريق ليفربول، المفروض عشان كده يكون ازيد يعني بول. لا، ما هو احيانا هو بالنسبه لهم وجهه نظرهم دلوقتي ان ساديو ماني ده اصبح خطر على غرفه خلع الملابس، وبالتالي لما يجينا نفس المبلغ او نفس الرقم اللي اتدفع فيه لفريق روحه ما خسرناش حاجه ليفربول، بالظبط، يبقى خلاص يتوكل على الله وايه ويشوف يعني مشواره او طريقه في فريق الهلال الحقيقه في السعوديه. يعني ساديو ماني طبعا يبقى من اللعيبه الكبيره، وانا اعتقد ان هو هيكون له دور كبير جدا ومؤثر مع فريق النصر. يعني شوف ثنائيه حلوه بينه وبين كريستيانو، طبعا وهو لعيب الحقيقه، يعني ساديو ماني من اللعيبه اللي حتى في وقت ما في عز حتى توهج صلاح وتعلقه مع ليفربول كان له برضه كان شريك بشكل كبير جدا في نجاحات وبطولات فريق ليفربول. يعني نورتنا يا استاذ رمضان بجد والله، والحلقه والاسبوع خلص، يعني نشوف حضراتكم، نورتنا ان شاء الله، نشوفك مره ثانيه، نشوف حضراتكم باذن الله في حلقه جديده. شكرا لوجودك معانا، نورتنا. شكرا، ربنا يخليك. شكرا، اكيد بنشكر كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، هنقابلكم على خير باذن الرحمن يوم الاحد الجاي وحلقه جديده ورا الاهلي. صباح الفل.